بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم في تحفيز قهوة الصباح. اليوم وضعت لي شاي، هذا تقريبا ثالث كوب شاي، كيس شاي مع حليب ماعز مع هيل مع عسل الحبة السوداء. نعم، بالأمس اكتشفت في هناك إعلان لدورة أو حضور بعض المشايخ من المملكة العربية السعودية لما كنا أعلم عنها. ذهبت إلى المسجد وما شاء الله رأيت الكثير من الشباب طلبة العلم و كثيرين قادمين من الإمارات العربية، كثيرين من الإمارات العربية ومن عمان ومن أفريقيا، ومن يعني بعضهم قد يكون يعيش هنا، بعضهم يسافر يتبع الدورات العلمية. هذا أمر حسن، ربما لأن الشيخ سليمان الحيلي موجود، الشيخ صالح السحيمي، هناك شخص أو الشيخ لعرفه اسمه المطرفي أستاذ التفسير في جامعة القصيم. المهم أن في كل مرة أنا أذهب إلى دورة أو أحضر عند الشيخ يضعني هذا الشيء في موضعي الطبيعي الحقيقي، يعلمني على مدى مقدار الجهل اللي أنا فيه، يعني يعرفني مدى صغر حجمي في ميدان العلم. حينما يسأل الشيخ، يعني هذا المطرفي أظن اسمه، مثلا ما أعراب الآية كذا كذا، فيذكر الخلاف في أعرابها، يذكر أعرابها والخلاف في أعرابها. عندما يسأل عن مثل تفسير آية معينة أو كيف، يعني هل هذه الآية تدل على كذا، ويقوم بذكر كل الآثار أو الأحاديث المرتبطة فيها وتفسيرها وضرب الأمثلة، هذا الشيء يضعك في حجمك الحقيقي. حينما أيضا تسمع الأسئلة الذكية التي تطرح، أو بعض مثلا يعني يقول لك، المهم أنه تجعلك تعرف أنك لا تعرف شيء بتاتا، أنك أنت لا تعرف شيء بتاتا، وهذا الشيء مطلوب في كل مرة. طبعا بعد العشاء كان هناك تكملة لشرح كتاب من الشيخ صالح السحيمي، وجلست يعني أو طرى في بالي أمر. أنا قبل 27 سنة حضرت دورة الشيخ صالح السحيمي ليس بعيدا من هذا المكان بسنة 95 أتوقع. فتخيل أن من سنة 95 الشيخ صالح السحيمي نفس المكان، يعني نفس المجلس أقصد، بس نفس ال بس كان في مخيم، نعم كان في مخيم ربيعي، لا هذا مختلف، بلا كان في مسجد، بس كان الشيخ عبد الجابري، نعم في مسجد. المهم أن من ذاك الوقت، طبعا بعدها يعني قرابة السنة بدأت أنحرف، كل هذا بسبب فتنة النساء. 27 سنة قررت أني أرجع أجلس نفس المجلس وأكمل تعلمي. أخذ الموضوع، لا أنا قبل كورونا، يعني قبل كورونا حضرت أيضا بعض الدروس لشرح الشيخ صالح السحيمي،
أيضا هذا الشيء أثر فيني. يعني أيضا قول كم مثلا 24 سنة، نعم يعني قول مثلا 25 سنة، يعني بين الثنتين بين الدرسين يعني. فترت 25 سنة غادرت يعني، أو كنت حضرت أنا طبعا كل الدروس كانت في سنة 95 بعد ما انحرفت. أخذ مني الوقت 25 سنة حتى أقرر إني أرجع مرة ثانية أنتظم. طبعا ما انتظمت، يعني بالأمس أنا غادرت مبكرا لأن جو المسجد كان بارد والحول يسعلون، يعني استمروا بالسعال وأنا بدأت أشعر باحتقان في البلعوم، فهربت هربت هربت. فعندي هذه أولوية لأن الفترة هذه يعني في منتشر موجة جديدة من كورونا، وطبعا هم يقولون في المنزل الخنازير، طبعا ما في دليل على هذا الشيء، ولا حد سوى تيست أو فحص ولا أي بطيخ. عموما ال الشيخ استمر يأتي الكويت وباقي المشايخ استمروا يأتون الكويت، هناك ناس استمروا يسافرون. يعني الشخص الذي كان يزاملني في التحصيل الذي كنت دوما في كل درس كان هو يمر من البيت، أكبر مني كان يمر من البيت يأخذني نذهب نحضر عند المشايخ كذا. هو تخرج من الثانوي التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة، طبعا كون انه اساسا في الكويت هنا يتبع المشايخ، فما بالك هناك. حضر عند المشايخ، الان كبار العلماء اصدقائه يعرفونه بالاسم. الان الشخص هذا اصبح شيخ في الكويت، امام مسجد، له برامج اذاعيه، له دروس علميه، شروح كتب وطلبه. أنا لست متندما من ناحية على القدر، يعني لست ساخطا على القدر، بالعكس يعني ما شاء الله أن يكون كان. وبما أن الإنسان تاب فهو لا يعرف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لو أن الإنسان كان مثلا، هناك إنسانين، واحد استمر بالهداية منذ الصغر إلى أن كبر، واحد انحرف عن الطريق ثم بعد ذلك تاب، هل يرجع كما كان في السابق، كما كان في حالته في السابق قبل الانحراف، أو أنه سيكون متأخر في الدرجات، أو أنه سيكون أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية قال يختلف هذا بحسب الشخص، أيضا ابن القيم وفسرها وفصلها في مدارج السالكين، منهم من يكون مثل حاله قبل الانحراف، مثل الحاله يصل إلى نفس المرتبة، ومنهم من يكون أسوأ مما سبق، ومنهم من يكون أفضل مما سبق. طبعا أنا إلى الآن أسوأ مما سبق يعني بوضوح، لكن لله الحكمة البالغة، والأعمال بالخواتيم وحسب توفيق الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان بذل من نفسه وعطى واتقى وجاهد في سبيل الله لتزكية نفسه أيا كان. هاتين الخاطرتين اللتين أتيني بالأمس على موضوع الدرس، وأنا لست، لا ينبغي على الإنسان يتسخط على أمر ماضي، قد يتسخط على وضع الحالي إذا هو كان بيده أنه يغير، لابد أنه يغير لله الحكمة البالغة. لكن إذا الإنسان تاب، طبعا إذا الإنسان تاب لا ينبغي أنه هو يعني يلوم نفسه إذا هو تاب وعزم على عدم الرجوع. لكن هل أنا تبت أم توبتي منقوصة؟ والله العالم إن توبتي مضروبة، لكن إن هذا ما جال في ذهني. وأترك لكم يعني تصور. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في أمان الله.